بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رسول الله. أمين. أما بعد، أزيكم يا شباب؟ النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المحاضرة الـ18 من محاضرات البوت ستراب، وهنتكلم فيها عن النفس. النفس اللي هو إن أنت تعمل نف بار داخل الصفحة بتاعتك أو داخل الكود بتاعك، تمام كده؟ النفس في كذا حاجة، يعني في حاجة اسمها النف تابز، وفي حاجة اسمها النف بيلز، وفي كذا حاجة فين في النفس دي. طيب هنشتغل عليها ازاي؟ اخر مره طبعا احنا كنا واقفين على موضوع الصور دوت، وخلصنا الصور وعرفنا ازاي نعمل الصور ديت فلويد، تمام كده، بحيث ان هي تبقى ريسبونسيف مع الصفحه، وازاي نديلها سبنيل، وازاي نعملها راوند كورنرز، وازاي نعملها فلوتنج تو رايت او فلوتنج تو ايه تو ليفت. دي اللي احنا احتاجنا فيه في الصور. المره دي هنيجي في فايل ونختار نيو، وفي النيو هنختار اتش تي ام ال فايل وهنقول له كرييت، وهنقفل تحت الصور ديت، وهنيجي في البوت ستراب تمبليت اللي احنا كنا عاملينه المره اللي فاتت دوت. هناخد الكود كله كالمعتاد، كنترول A كنترول C، وهنيجي في الصفحة الجديدة اللي احنا عملناها، وعمل كنترول A كنترول V علشان تبقى عندك البوت ستراب تمبليت موجود. نقفل بوت ستراب تمبليت ونيجي هنا نحفظ الصفحة ديت سيف، وهنسميها في الليرنينج بوت ستراب ناف 1. اوكي كده اصبح عندي صفحة، وهنا هنكتب التايتل بتاعنا التعامل مع النفس من خلال بوت ستراب، حاول لغة عربي، ونكتب التعامل مع النفس من خلال البوت ستراب. اوكي طيب كنترول اس وف 12 مرات المفاتيح، وادي الصفحه بتاعتنا. طبعا نشوف حاجه عشان نصغر ده التايتل، التعامل مع النفس من خلال البوت ستراب. اوكي طيب هنيجي نخش جوه دريم ويفر نفسه، تمام، يعني الحته اللي تحت دي بتاعت الكود اللي هي ديف كلاس كونتينر فلويد، تمام كده، وهنبتدي نكتب الكود بتاعنا. انت عشان تعمل بيز نيف بمنتهى البساطه في كذا طريقه، من ضمنهم طريقتين اساسيين. الطريقه الاساسيه ان انا استخدم الان اوردر ليست، والطريقه الثانيه ان انا استخدم النيف مارك اب. خلينا اول حاجه نشوف الان اوردر ليست. هنيجي هنا نعمل ديف، اوكي، وجوه الديف دوت هندي كلاس وليكن تكست رايت عشان نخلي الكلام ناحية اليمين، تكست داش رايت. اوكي تمام، وهنقفل الديف دوت. اوكي تمام كده، وبعد كده هنعمل باراجراف بي تاج. في الباراجراف دوت هنكتب بعمل شريط تنقل باستخدام الليست. اوكي طيب كنترول اس وف 12 مرات المفاتيح، وتعالى نشوف اللي حصل ايه كده. مكتوب ده الباراجراف، جينا هنا عمل شريط تنقل باستخدام ايه؟ باستخدام الليست. طبعا الديف بيقوم بعمل كلمه ديف دي اسمها معناها صفحه ايه؟ صفحه مصغره. جوه الديف نفسه وتحت الباراجراف هنبتدي نعمل ان اوردر ليست تاج. اوكي وهضغط انتر وادي لها كلاس عشان تبتدي تعرف عليها ان هي ناف، تمام كده. هدي لها كلاس ايه؟ ناف. دي كلاس ايه؟ كلاس. اوكي وبعد كده هبتدي اتعامل مع الليست ايتمز بتاعتي. هعمل ال اي، وجوه ال اي هبتدي اعمل الروابط اللي هي الانكور تاكس. اوكي تمام كده. طيب ال اي دوت هنديه كلاس اسمها ناف ايتم، كلاس اسمها ناف داش ايتم. اوكي تمام، وبعد كده هبتدي ادي ال A class nav link الانكور تاج نفسه، اديله class. الكلاس ديت احنا اسمها ال nav link. تمام كده، يبقى ندي الانكور دوت ناف، ناف لينك داش لينك. تمام كده، يبقى اول حاجه يا جماعه هندي الليست ايتم نفسه هندي لها كلاس ناف ايتم، وهندي الانكور نفسه ناف كلاس ناف لينك. تمام كده، وطبعا ده عشان اول عنصر نخليه اكتف، كلاس ايه؟ كلاس اكتف. تمام كده، وبعد كده طبعا اي انكور او اي رابط بيبقى فيه اتش ريف،
بالشكل دوت، والاتش ار اف دوت هيكون على ما فيش شوتباك شوتباك، وبعد كده التكست اللي هيظهر للمستخدم الصفحه الرئيسيه. اوكي طيب تعالى انا ملف حصل لحد دلوقتي، هتبص تلاقي البوت ستراب نسق الصفحه الرئيسيه بهذا الشكل، وادالها لون ازرق مع خلفيه مش عارف ظاهره رمادي بسيطه ولا حاجه زي كده، واعطاها ان هي الاكتيف ستيت. طيب هناخد نفس الكود ده، من اول ال اي كله على بعضيه، هناخده كنترول سي كنترول في تمام كده، وهندي هنا ناف ايتم، وهندي هنا برينك بس ده مش هيبقى اكتف خلاص، ده العنصر الثاني. وهنكتب هنا بدل الرئيسيه نكتب الخدمات، خدمات اوكي. طيب بعديها هيبقى عندي عنصر ثالث، ناخد كنترول سي نحط هنا كنترول في، وهنكتب هنا بدل الخدمات مدونة مدونة تمام كده، وهنيجي كمان هنا ندي عنصر تالت وليكن اتصل بنا تمام كده. وفي العنصر دوت او العنصر الاخير دوت هنخلي العنصر ده ديسيبل، هنخليه ديسيبل. كل اللي هنعمله ان احنا هنديله نف لينك وهنخليه ديسيبلد، وهنخلي التاب اريا بتاعته او التاب اندكس بتاعه ماينس 1 والاريا ديسيبلد بتشو. يبقى انا عندي الكلاس هنا نف لينك تمام كده، وهنخلي مع الكلاس نف لينك دي هنخليها دي ديسيبلد ديسيبلد اوكي تمام كده ديسيبلد تمام. وبعدين هنيجي بعد الاتش ريف هنا في المكان ده هنخلي التاب اندكس بتاعنا ماينس 1، تاب اندكس ماينس 1، وهنخلي الاريا ديسيبلد ترو اريا ماينس ديسيبلد ترو كنترول A كنترول S تمام كده. تعال نشوف الشكل بتاعنا عامل ازاي دلوقتي في 12 نقطة مفاتيح. هنبص تلاقي عندي ناف بار اهو تمام كده، في الرئيسية في الخدمات في المدونة، واخر عنصر عندك اللي هو ده هتلاقي ايه ديسيبلد مش موجود. تمام. لو انا جيت مره تانية للدريم ويفر فانا ممكن اكرر نفس القصه دي. تعال نعمل ديف جديد كلاس تكست رايت تكست داش رايت اوكي، واقفل الديف بتاعي دوت بهذا الشكل تمام كده، وابتدي اعمل نام بار احط باراجراف عشان بس اعرف انا بعمل ايه. في الباراجراف دوت هقول له اعمل شيرين تنقل استخدام اللاب ماركة اوكي طيب كنترول اس تمام كده. وفي 12 دي باستخدام الان اوردرد ليست تمام كده، وده هيكون باستخدام الناف مارك اب. الناف مارك اب دوت بمنتهى البساطه عباره عن ناف مارك اب وجواه اللينك اسمه مباشره بدون ليست بدون ليست ايتمز. يعني هختصر لك شويه فين في الكود. يبقى انا هاجي هنا واكتب ناف اوكي ناف هو النيف دوت هعمل كلاس، الكلاس دي هتاخد كلاس نيف تمام كده، وهقفل النيف بار بتاعي اوكي
طلع اهو موجود. وجوه الناف بار هبتدي اعمل ايه؟ لينكات. اللينكات بمنتهى البساطه اي لينك، تمام. وجوه الاي لينك دوت ببتدي اعمل كلاس اللي هي الناف لينك، تمام كده. وطبعا ده عشان اول واحد خليه يكتب، خلاص اكتف تمام كده، تمام ماشي. وبعد كده نبتدي نديله اتش ريف، اتش ريف راح على مفيش شباك، تمام. وبعد كده هبتدي اكتب القوس بتاعي وانا اكون رئيسيه بهذا الشكل، نشوف بس تمام كده. وبعد كده هاخد نفس الرابط ده كنترول سي وانكرره بتاع 4 مرات ولا حاجة، ماشي كده. طبعا نشيل اكتف واحد بس هو اللي اكتف لما تيجي تحمل الصفحة، طبعا هنا اوكي تمام. الرئيسية هنكتب خدمات وهنكتب مدونة وهنكتب اتصل بنا، اوكي طيب ماشي. وهنا هنشيل الاكتب برضه مش عايزينها، محتاجين ان احنا نخلي برضو اللينك الاخير دوت مثلا ان شاء الله فعال. ف اختار لا كود ديسيبل كده، يبقى ديسيبل تمام. وفي نفس الوقت هيبقى عندي تاب اندكس، تاب اندكس بتاعه هيكون ماينس 1 عشان ما يكونش عليه حاجه، وانت شغال بالاكسسبيلتي او بالتاب. وهتكون الاريا اريا تمام، اريا ديسيبل ديسيبل بترو عشان برضه ما يجيش عليه معلش فوق فوكس ولا حاجه. كنترول اس وتعالى نشوف في الفيديو، هتلاقي هو نفس التاثير. صدق زود الترابط ولا حاجه، تعالى نمشي كنترول اس بعد يفوت 12 ملوكتين كتير هيطلع بالشكل ايه بالشكل. يبقى دلوقتي نجحت ان انا اعمل لينك تمام كده او ناف بار بسيط تمام كده، بيز ناف بار. والبيز ناف بار ده ممكن اعمله بالانوردد ليست او ان انا اعمله بالنافي ناف مارك اب. احيانا بتحتاج ان انت تحط ايقونات، احيانا تحط ايه ايقونات. في موقع اسمه موقع الفونت او ايسام، تمام كده. الموقع دوت بيقدم لك ايه؟ بيقدم لك ايقونات. تعال نخش على جوجل كروم فريش، تمام كده. بيقدم لك ايه؟ ايقونات، ايكون زي تمام. وكل ما عليك بس ان انت بتحط رابط الستايل شيت بتاع بتاعت الايقونه ديت، يعني مثلا محتاج هوم فانا بقول له على اعمل ايقون اسمها هوم تمام كده، فبيديني ديت مثلا ديت المقاس بتاعت الايقونه ستارت يوزنج ذيس ايكون، وبيديك شكل مثلا الايقونه دي ممكن يكون شكلها عامل ازاي، ممكن تكبرها وتصغرها وتعمل لها شويه حاجات كده وبتاع تمام. المهم ان انت بتستخدم الكراسه بتاعتها في حاجه اسمها دي ار، ومديك طبعا امكانيات
برو كانت عادية فري، فانت ممكن تستخدم الحاسب المحمول. دلوقتي انت ممكن تستخدم كلاس اف اس اف اي اهو. طيب يبقى انا ممكن اخد دي كوبي اهي دي. طيب كده اللي هيكون طيب تمام. وبعد كده اروح جاي في دريم ويفر قدام العنصر نفسه اللي هو قدام الكلام دي الكلمات الرئيسية، تعالى احطها هنا بس الاول في تمام. وبعد كده اكتب كلمتي الرئيسية اوكي. طيب فهو بيقول لي دلوقتي مثلا ان الكلاس دي هتشتغل بس لما تعمل لينك على الستايل شيت بتاع الفونت او سام تمام. طيب هنعمل لينك عليه ازاي؟ لازم نجيب اللينك اللي هو بتاع الفونت او سام ستارت. انا برضه بدأت استخدمه هو ال SVG Solid SVG اللي هي تعتبر ال Sprites اللي عندك. انا محتاج ال CSS بتاعها، انت لو عاوزه كله بس هتبدأ تمام كده. انا اختاره اللي هي اول واحدة دي، اطلعه بره تمام. وهناخده ناس كنترول سي وهنحطه في الكود بتاعنا في الدي هنا في البوت ستراب في السي اس اس تمام. وهنعمل ايه؟ لينك عليه، نعمل لينك عليه نحاول نشوف كده هيشوف يحصل ايه. ادي دريم ويفر واطلع على الكود فوق وهاجي هنا في اللينكات هعمل لينك جديد لينك تمام. وفي اللينك ده هعمل التايب ستايل شيت. طيب هتكست على سي اس اس تمام كده وريليشن ستايل شيت ستايل شيت اوكي تمام. ريليشن ستايل شيت طبعا مش هستخدم سيدين، انا هستخدم الملف اللي انا نزلته دلوقتي وال اتش ريف هيكون على شوف الملف الاول ده نجربه تاني بعد ما نشرف في دوت اكسر يعني المفروض بتيجي تعال نشوف بتاعها في الأسبوع.
قديش نبدأ؟ قديش نفديه؟ ظهرت معانا الايقونه اللي هي بتاعت مين بتاعته، ماشي كده. طيب انت ممكن تحط طبعا ايقونه خدمات سيرفيسز، وممكن تحط مدونه بلوك. تعال نشوف نجرب. خلص الكود ده كله، كنترول سي، بعدين همشي هنا شويه، كنترول في، وهنا بدل اف ايه W W تمام كده. بعد كده F A داش سير سيرفيس، ما فيش ماشي. حط يا حبيبي، ما حط أكثر. المهم الفكرة واضحة اهو كده، عندك الشكل معايا مع الايكون. وهنحطها هنا برضه مسافة. اوكي، وهنيجي هنا في ايه، تعال نشوف ايه في سيرفر، في برضه داش كلوك. انا مش مجهز بس الايقونات، بس يعني هو بس عشان تبقى فاهمين الفكره، ممكن نحط ايقونات مع الباور ازاي، مع اللينكات ازاي، مش كده. تعالى ناخد بس ازاي نشوف اي حاجه لك. اف ايه داش كونتاكت، كنترول بس في 12. طيب كده المهم في ايقونات اتحط فيها، ودي طبعا عشان معموله ديسيبل. خلاص ما عادش فيها ايه، ما عادش فيها ما تقدرش تعمل لها نافيجيشن. اوكي، بكده عرفنا ازاي نعمل ناف بار، سواء كان باستخدام الانوردد ليست او باستخدام الناف مارك اب مع اللينكس، وازاي كمان نحط ايقونات للناف نفسها وعن طريق الفونت او يسهم اللي هي المكتبه بتاعتي بتاعت الايكونات، ماشي كده. في طبعا طريقه ثانيه يا جماعه برضو انت ممكن تجربها، لو انت دخلت على البوت ستراب نفسه، معلش دي اخر معلومه، بوت ستراب اهو، لو انت جيت هنا في السيرش بتاعت ايكونز بالشكل دوت، هيديك البوت ستراب. ايه بوت ستراب؟ انت كده كده مدخل البوت ستراب عندك، تمام كده. طيب لو انت عاوز تاخد بوت ستراب ايكون من الايقونات الموجوده ديت، مثلا وليكن عاوزين حاجه زي هوم، اي حاجه يعني.
ليها حاجات كتيرة جدا جدا، كل دي أكواد. بس احنا نفهم الفكرة بتاعت أول واحدة، وبعد كده الباقي بقى إيه؟ بس احنا بندور على أيقونة معينة اللي هي كنت هوم. تمام، لو أنا جيت هنا بيقول لي أنت هتستخدم القصة بتاعت إيه؟ الـ SVG. الـ SVG بتبقى أيقونة بالشكل دوت، أنت بتحدد الويتس والهايت بتاعها عن طريق إيه؟ الويتس والهايت إيه؟ هتاخد بس ده كله على بعضيه كوبي، ماليش دعوة إيه بالباقي. وهتيجي هنا في دريم ويفر، تمام كده، وليكن في الانوردرد ليست اللي هي ديت في الحته دي، وتعمل سبان. تعمل ايه؟ سبان، تقفل السبان بتاعك وتحطه في لايك نوت. تمام، طبعا انتوا شايفين الكود ده عامل ازاي، يعني عشان الروابط مستخدم كنترول اس. تعال نشوف في 12 واحد مفتوح واحده في ايه، هتلاقي نزلت عندك اهي، شايفين الايقونه موجوده. بس طبعا نصبح ودي مسافات شويه، بعد الاستخدام تي في دي كده مثلا، وادي كنترول اس مره ثانيه وفي 12، هتلاقي الايقونه نزلت. الايقونه دي من نوع اس في جي، الايقونه دي من الفونت او اي صم، ماشي، دي معاك ودي معاك. طبعا بس هنا القصه في الاكواد اللي جاي اس في جي، شايفين الكود ان هو بتاع بس عشان تجيب ايقونه طويله قد ايه، غير قصه الكلاسات اللي موجوده عندك هنا فين في الفونت او اي صم. مش يعني ملاحظين الفرق، يعني هنا دي ملموه شويه فونت او اي صم ديت، بدي كلاس تحطها وتحطها جوه الاي مارك اب يشتغل معاك. هنا هيديك نتيجه ثانيه، وتقدر تتغير حجم الايقونه في ساعتها عن طريق الويتس. يعني ممكن ده اخليه مثلا الويتس بتاعها مثلا 1.2، وهنا 1.2. تمام كده، كنترول اس، هتلاقي الايقونه بتاعتك ايه كبرت. تمام، بس بقت كبيره اهو. تمام، مش كده، يبقى دي طريقه ودي طريقه تانية. بكده نكون خلصنا الحلقه ديت ان شاء الله، نلتقي في حلقات قادمه، وهنكمل مع الناب والناب بارز ان شاء الله في الحلقات القادمه، ونشوف اللينكات الموجوده من خلالهم عن طريق البودكاست. اذا عجبك الفيديو تعمل لي كومنت لايك شير ليه، واذا عجبك القناه تعمل لي سبسكرايب داخل القناه. وكلكم شاكرين، كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزايدي من قناه مصطفى الزايدي للعلوم الحاسب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.